اهو شايف البتاع المدوره اهي، شايف؟ انا عايز بس ابص. بطنه ما كانش كده من اسبوع، ده كانت رجله بس، ده مبهدل خالص. ويعني كان كل قبل يقعد يعيط. هو واحد منهم هناك اهو، في ودانه علامة التعقيم، تمام. هو عنده جرب، ده انا كنت مصوره من كام يوم. هو طبعا خايف مني، انا مستني الجمعية تيجي تاخده دلوقتي. تعالى تعالى، انا هحاول اكسبه على ما يجوا. مقدمهم شوية لسه، هيغلبني، ده هيغلبني. انا عارف ان هو هيغلبني، بس ايه، معلش انا بقالي كام يوم بدور عليهم، واتواصلت مع الجمعيه وكده. معلش طبعا التصوير زي الزفت، لان انا حته يعني الضلمه جدا. انا كل اللي هعمله ان انا هفضل ورا الكلب، تمام، اخليه تحت عيني، ابعت لهم اللوكيشن، هيجوا ياخدوه، وهيجوا ياخدوا المفروض كلب تاني برضو، يا رب نلاقيه، حالته اسوأ من ده كمان. والحاله الثالثه سولي لو فاكرينه، هو خف الحمد لله، ما بقاش عنده مشاكل خالص. لو كان عنده مشاكل جلديه وكنت بدور عليه عشان اعالجه وكده، ما بقاش عنده حاجه. بس هو سولي محتاج يتعمل له عمليه، ومحتاج ياخد السعار. فلو عرفوا ياخدوه برضه وعندهم مكان لده، هقول لهم بصراحه. انا هفضل بقى وراه كده من بعيد عشان ما يقعدش يجري مني، ونشوف الدنيا يعني. في كلب تاني اهو، بس ده مش ما عندوش عمليه، وما عندوش تاج في ودنه، وشكله لطيف. انا معرفش هو عيان ولا لا، بس لو كده برضه هحاول اخليهم ياخدوه يطعموه سعار، ويحطوا له العلامه وكل حاجه والقصه دي. لو فضلنا في نفس الوقت، انا بس عايز الحق التاني، لان التاني صعب جدا، التاني ما بيخلينيش اقرب خالص يعني. بص الصوره اوضح شويه اهو، تمام. احنا برضه في الانتظار، هم المفروض جايين في السكه، هنتظر كده واشوف. انا هحاول بس افضل حواليه، مش هقرب عليه او حالة امسكه، لان هو اصلا يعني بيخاف بسرعه، ومفيش وقت طبعا ان انا اقعد بقى اتصاحب عليه وبالايام وكده، زي ما بعمل مع غضنفر، او زي ما عملت يعني مع غضنفر، او زي ما بعمل مع كلاب تانيه. فالحل الوحيد ان هم يجي كاتشر يمسكه والكلام ده كله، فانا في انتظاره. دلوقتي حصلت حاجه حلوه وحاجه وحشه. الحاجه الحلوه ان غضنفر جه، خد غضنفر، اهلا ازيك، تمام. ويظهر ان هو الكلب التاني متصاحب عليه، واضح ان الكلب التاني برضو عنده مشاكل، تمام. ودي حاجة حلوة. الحاجة الوحشة بقى ان انا مش عايز غضنفر يحتك بالكلاب دي، ده والكلب اللي هناك، عشان لو عيانين او كده ما يتعديش منه. من الواضح ان الكلب التاني متقبل غضنفر، تمام. فايه الحلو في كده؟ ان هو في الاغلب هيفضل حوالينا، وهيديني امان اكتر والكلام ده، لان غضنفر اهو، تمام. الكلاب التانية متقبلاه، غضنفر سليم، مفهوش حاجة. انتوا فاكرين احنا كنا معالجينه كده كده جلده، بس هنحاول نخليه ما يحتكش بيه لحد ما ايه، لحد ما نشوف قصة الكلبين التانيين دول، الناس تيجي تاخدهم وكده. وغضنفر هيفضل معايا لحد ما نشوف القصة يعني، يا ربنا يستر والله. خد تعالى، خد تعالى. ده سولي، ده بقى مين؟ ده سولي، فاكرينه؟ تمام. سولي برضو المفروض اهو ان انا هوديه معاهم. اوكي. الكلب التاني اهو، الكلب التاني شكله عيان طبعا. انت عيان، ابعد عنه دلوقتي. معلش معلش، لحد ما تتعالج. غضنفر هناك اهو. المفاجأة بقى ايه؟ المفاجأة ان سولي وغضنفر طلعوا متعودين على بعض، تمام. فدي حاجة في حد ذاتها اصلا كويسة جدا، انا يعني ان هما اتنين، تمام، دقارين وكده ومتعودين على بعض، تمام. ولا ده مش سولي؟ لا سولي، هو سولي. فاكرينه يا جماعه الكلب اللي طلع لي واتصاحب عليا مره واحده ده، ومتسمي بكذا اسم في المنطقه، تمام. والكلب ده انا معرفش هو مين، وده غضنفر طبعا. تعالوا يلا. والكلب الاخير هناك هو طبعا تعبان، بس في نفس الوقت مش خايف منهم، فايه، فما بيجريش. انا مش عارف تعرفوا تشوفوه ولا لا، بس هو هناك اهو. معلش الصوره مش حلوه قوي، تمام. اوكي، اهلا يا غضنفر. غضنفر وسولي طبعا جسمهم كويس، الكلب ده يعني كجسم وكجلد وكده، الكلب ده عايز يتعالج، ده لازم هيروح معاهم برضو.
تمام. الكلب الاخير بقى هو الاساسي، احنا مش عايزينه يروح مننا، هو هناك اهو، انا هحاول احافظ ان هم يجوا معايا. تمام اوكي، اهو مستخبي اهو في الضلمه، مش مستخبي اهو، مش باين من الضلمه. ومعايا سولي، سوري غضنفر، والكلب التاني سولي هناك، ده مكانه معروف يعني، هو على طول قاعد هنا. تمام، هنفضل بقى حوالين الكلب ده لحد ما الناس تيجي ونشوف هنعمل ايه معاهم. طبعا الكلب الابيض الصغير ده انا عايز اقول لكم انه كون انه متعود عليا كده وبيجي يلعب وكده، ده معناه انه هو اكيد اكيد في حد هنا في المنطقه بيلعب معاه ومتصاحب عليه ومعوده عليه والكلام ده كله. تمام، الكلب التعبان لسه هناك اهو، احنا نتمشى معاه خالص. انا سولي اهو معانا من بعيد، وغضنفر كويس. انا كل الهدف بتاعي ان انا افضل احافظ عليهم مع بعض بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، ان احنا حوالين بعض، ما خليش التعبان ده يلمس الكويس، الكلام ده كله. والهدف الرئيسي الكلب اللي هناك ده، تمام، ان الناس تيجي تاخده يتعالج، وفي نفس الوقت الكلاب التانية اللي عندها مشاكل، اي مشاكل تتعالج وياخدوا التطعيم. الكلب التعبان اهو، من الواضح ان هو متقبل الكلاب التانية. تمام، احنا برضو لسه مستنين. تمام، فدي الحلو هنا فين، ان هو مش هيطلع يجري، مش هيهرب، بالعكس هو هيبقى عايز يبقى حوالينهم لحد ما، او ده تفسيري يعني، لان طبعا هو تعبان فانا مش عارف افسر الدنيا قوي. سولي اهو، تمام، غضنفر اهو، تمام. انا مبسوط اصلا ان هم دقارين وتعودوا على بعض، لان غضنفر ساعات بيقفش على الدقوره. تمام، والصغيره دي بنوته، او بنوته، تمام، بس دي عيانه، دي لازم تعالج دي. تمام، والكلب اللي عيان برضو احنا لسه معاه، خلينا متابعين بقى. تمام، وطبعا انا الفيديو ده بالذات انا بعتذر لكم لو الاضاءه مش حلوه قوي، تمام، لان للاسف الشديد ان الدنيا ضلمه والموضوع جه صدفه والكلام ده كله، انا ما صدقت لقيته، والناس كانوا المفروض جايه تدور بتاع، فالحمد لله لقيتهم، فهي القصه كده. تمام، بس في الاخر هم متقبلين بعض كلهم، فيا رب بس ينجزوا ويجوا، نلاقي هنعرف نظبط الدنيا. انت مين؟ انت سولي؟ سول سول، ماشي. احنا ما زلنا في الانتظار. تمام، الكلب عمال يلففنا حوالين المنطقه كلها. تمام، بس ما فيش مشكله يعني، اهم حاجه انه ما يخافش ويترعب ويجري. والحلو بقى ان هم الثلاثه التانيين متعاملين معايا يعني، هو غضنفر بيجي ورايا، فسولي بيجي وراه، فالكلب الابيض كده كده، هو الكلب الابيض لطيف مع كل الكلاب شكله كده، بيجي ورانا. فاحنا ماشيين اهو، اول ما الناس تيجي ان شاء الله يعني، اتمنى يجوا بسرعه، الموضوع ده يتحل كويس ان شاء الله. بصوا يا جماعه، هناك في كلاب وكده، في كلاب. تمام، والكلبه هنا اهي، هناك التعبان، الكلب يعني التعبان هناك. تمام، فانا هعمل ايه بقى؟ انا هحاول احوطه، ماشي، عشان انا معايا الكلاب التانية اهي، اللي هم سولي او بينجو يعني، اللي بتسمى بينجو، او انا كنت مسميه عشم، ومعايا غضنفر، ومعايا الكلب الابيض. الكلبة ده او الكلبة دي يعني راو مشي هناك ناحية الكلاب التانية، والكلاب دي جت معاهم، هتحصل خناقة او هتحصل قصة، الدنيا هتبوظ، مش هعرف ايه اسيطر على الوضع. فانا لفيت كده وهجيبها كده، تمام، واقوم نادي على فين؟ غضنفر فين؟ غضنفر خد تعال، تمام، خد تعال تعال، جود بوي جود بوي. تمام، وكده كده سولي مشي هناك اصلا بعد. تمام، الكلب اهي ماشي. سولي لا، هم واقفين هناك، خلاص خليهم هناك. المهم انا الهدف بتاعي الرئيسي الكلبه اللي تعبانه جامد دي، الاثنين التانيين عارف مكانهم كده كده يعني، هم مكانهم محفوظ، هفضل معاها، بعدتها عن الموضوع. غضنفر طبعا معايا، بقى لي نص ساعه بلف اهو. تمام، و لسه وراها، مش فاضل معايا دلوقتي غير غضنفر، سولي، والكلبه البيضاء يظهر. هما ايه بقى، احنا وصلنا منطقه نفوذ كلاب تانية والكلام ده، فبعدوا. اوكي، بعدوا فين؟ رجعوا للحته اللي هم اصلا بيقعدوا فيها، لان هم حتتهم معروفه ومحفوظه ومش بيتجولوا قوي. فلما تيجي الناس هنخلص بس من قصه الكلبه دي او الكلب ده، والله مش متذكر يعني. وبعد كده غضنفر سهل يعني، غضنفر سهل اهو معايا كده كده، والناس التانية بنشوف الكلاب التانية بقى. ماشي، احنا في المكان لسه بنلف اهو، والله دي الحتة اللي كنت بدرب فيها زعرب لو تفتكروا. تمام، زمان بقى
مدنفر لسه معايا كالعادة. تمام، هو خلاص، هو يعني معتبر نفسه احنا خلاص كده، انا جاي معاك في اي حتة. بس ولسه بنلف وراه نفس الحاجة، اهو رايح حتة بعيدة شوية وفي كلاب هناك بعد فترة كده، فانا برضو بلف حواليه او حواليها يعني. تمام، ايه حواليه ماشي، وايه وبحاول ارجعه تاني لنفس الدايرة اللي انا باعت فيها اللوكيشن للكاتشر وللناس اللي هي اللي تبع الشيلتر او كده، عشان ايه ما نبعدش قوي، وفي نفس الوقت ايه ما الكلب ما يتوهش مننا او يتخانق مع كلاب فيطلع يجري بسرعة وكل القصة دي. ماشي، احنا الكلب الجربان ابو بتاعه في ودنه اختفى دلوقتي، هنحاول ندور عليه. وهناخد الكلب ده. عندك مشكلة صورتك عادي؟ لا صور عليه. تمام، يحيى قول يحيى عادي. يحيى ماشي ماشي يا يحيى. تمام ماشي، يحيى كاتشر. تمام، هيجي ياخد الكلب هيوديه الملجأ. تمام، او الشلتر يعني. طيب احنا هناخد الكلبة بس عشان ايه غضنفر مش سايب الراجل في حاله، وقفش شوية عليه. خد ده بس، فهنلبسه ليش عادي. خايف. طيب تعال يا غضنفر، تعال تعال هنا. ريحتك هو ايه؟ بص انا رايي نلبسها هي ليش، هي خايفه من ليش، هي لو بس هي هتبقى اسهل منه سن. انا طب امسك الكاميرا كده ثواني بس، امسك بس ثواني بس، افتح بس. طب بالراحه. طيب انت ركبت يلا. تمام، انت طبعا مش هينفع تاخد الكلاب السليمه، في كلب سليم هناك. طيب احنا تعالى ندور بقى على الكلب اللي عنده مشكله. تمام، كلبك لما شاف الموضوع جدي هرب. غضنفر لقى الموضوع بجد، هرب وشاف في ايدي ليش وبتاع، انتوا عارفين طبعا انا لسه بعوده يعني. خد يا غضن، خد، تعالى تعالى تعالى، خلاص معلش تعالى، مفيش حاجه اهو، خد تعالى تعالى غضنفر. تمام، جايبت ايه مخطر. طب ليه طيب كده، ليه طيب انت ماشي عكسي كمان، ناس غريبه اقسم بالله. تعالى غضنفر تعالى، خد تعالى تعالى، زعل، تعالى تعالى خلاص مفيش حاجه اهو، بص ايدي فاضيه اهي اهي، غضنفر ولد، بص فاضيه، شفت شفت، مش هعمل حاجه خالص، هطبطب عليك زي ما كنا بنطبطب احنا صحاب، مش همسكك والله، شفت بقى ازاي، بس مفيش اي حاجه خالص. طيب انا بعتذر لكم الاول على التصوير السيء، تمام، علشان الموضوع كله على بعضه جه صدفه، انا كنت في مشوار وجالي تليفون، تمام، والجمعيه كلمتني، انا كنت مبلغها من كام يوم ان في كلاب ولقيناها جربانه، وبعت لهم الصور والكلام ده كله، كان في منهم كان في كلاب جربانه عادي، وفي كلاب اوريدي كانت قبل كده واخده سعار وفي فودنها العلامه وجربانه برضو، فكلمتهم وهم قالوا ان هم هيجوا كده، وكلموني النهارده زي ما شفتوا الكاتشر جه اخد دلوقتي الكلبة البيضة. بس الكلب التاني، لا الكلبة اللي انا كنت قاعد بلف وراها طول اليوم، وانا بلف وراها يمين بقى في شمال في الضلمة كده، قامت هربت، اوكي بس هرب سوري. تمام، بس هو بيظهر تاني، دي نقطة. تاني حاجة يا جماعة، انا عايز بس انوه على حاجة، احنا مش جمعية خالص، احنا مش بناخد حالات، تمام، احنا مش جمعية انقاذ، مش شيلتر، الكلام ده كله، احنا ناس بنحب الكلاب، بنعمل محتوى عن الكلاب عموما، تمام، ولكن في نطاق منطقتنا، انا سواء انا هنا في منطقتي، سواء ياسر انتوا عارفينه من التيم في المنطقه بتاعته، سواء جمال زكي انتوا عارفينه، هو مش من تيم جروي قوي بس صديقنا جدا، وهو مؤسس الدوج ووك يعني، تمام، اللي هي التمشيه اللي احنا بننزل نتمشاها، سواء جمال بيساعد جدا في الموضوع ده، احنا بنعمل كده في نطاق مقدرتنا واللي نقدر عليه. لو حد لقى حاله او حاله فيها مشاكل او الكلام ده كله، يقدر يتوجه لجمعيات حقوق الحيوان، يقدر يتوجه للشلاتر، للكلام ده كله، لان هم دول الناس اللي بتبقى يعني عندها امكانيه لعلاج الحالات دي ولمتابعتها، زي ما احنا كده النهارده، او زي ما يعني مانا النهارده، وطبعا عم حسين، انتوا عارفين عم حسين هو السبب طبعا ان احنا نعرف ان في كلاب جربانه، وبلغ بيها، بلغني بيها وانا بلغتهم بيها والكلام ده كله. اللي حصل ان احنا بعتناها الحمد لله، تمام، وده اللي احنا بنقدر عليه يا جماعه من الاخر،
وهي دي مقدرتنا. وعايز اشكر اي حد في الدنيا بينقذ الكلاب. طبعا انا مش هقدر اقول اسم الجمعيه دلوقتي لان انا مش متفق معاهم، لان والله الموضوع جه صدفه ان انا بقى تعالوا هعملوا الكلاب وهقول اسمكم في الفيديو والكلام ده كله، فمش واخد موافقتهم. عامه انا هتابع الكلاب وان شاء الله يقدر يحيى اللي هو الكاتشر يجي بكره على طول ان شاء الله، ونجيب الكلاب التانيه التعبانه والجربانه طبعا. وفي نفس الوقت هيجي يوم تاني ان شاء الله ياخد الكلاب اللي محتاجه تطعيم. هي الجمعيه يعني يعني قالت ان هي الكلاب اللي محتاجه تطعيم ومحتاجه عمليه والكلام ده كله هتعمل لهم الكلام ده، وهي جمعيه كبيره طبعا. احنا هنا مش بنتكلم على جمعية غير مرخصة وكده، احنا بنتكلم على جمعية مرخصة. ومعلومة أخيرة يا جماعة، اللي هيتبرع لجمعية، اللي هيروح لجمعية، اللي هيكلم جمعية، يروح لحاجة مرخصة تمام، ما تروحوش لأي حاجة غير مرخصة، علشان يعني دي أحسن فرصة للكلاب، وفي نفس الوقت هو ده دورهم وهو ده شغلهم وهي دي وظيفتهم تمام. أنا هتابع معاكم بكرة، وأتمنى الجمعية إن شاء الله يا رب تعالج الكلاب. ومعلش لففتكم لفة كبيرة النهاردة، بس كده يلا ندعي كده ان شاء الله ان الكلاب تقوم بخير وان الجرب بيخف، وفي كلاب كتير جدا بتخف من الجرب عشان تبقوا مطمنين وترجع الشارع تاني تبقى كويسه جدا وما عندهاش مشاكل صحيه ومطعمه ومش خطر على حد. يلا سلام عليكم.